قلنا خلاص العشرة يا أهلي، وبإذن الله كده يعني نخلص السبت ونقول الحداشر يا أهلي. هو ده الحال اللي احنا دايما متعودين عليه. ولكن لو هنتكلم عن المهمة المحلية، هي خلاص تمت بنجاح مؤقت في مشوار الحفاظ على اللقب هنا بفوز عريض جدا كان على مصر المقاصة، رباعية مقابل هدف، وشفنا قد إيه كانت الأهداف جميلة، ده غير اللي كانت ملغية يعني، بس مش مشكلة. خلينا دلوقتي نركز في العشرة يا أهلي، وبنستعد أكيد لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا اللي هيكون السبت الجاي باذن الله. خلينا ننور لا نرحب بكابتن ايهاب جلال. اللي منور الله يخليك. اللي منور. انا اشكرك جدا. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير يا مهندس. صباح الخير يا كريم. نور الدنيا وجود حضرتك معايا. انا سالت حضرتك يعني احنا اتقابلنا اكيد كتير في النادي الاهلي، بس يعني فعلا كان بيدخل جوال في حضرتك بجد مستحيل. مش قوي يعني. اه انا برضه بقول. هتذكروا مين يا فندم؟ هتذكروا مين؟ معقول. اللهم صل على النبي. الله يخليك. اشكرك. سعداء بوجود حضرتك معانا جدا. تعالى بقى نبتدي كده بالترتيب، تعالى نتكلم محليا وصولا الى مشوار العشره. كيف رايت المجموعه الاخيره من مباريات النادي الاهلي، سواء مثلا السموحه، مقاولين العرب، انتهاء طبعا بمباراه مصر المقاصه؟ بص حضرتك، النادي الاهلي معودنا او احنا متعودين في النادي الاهلي ان احنا لازم كل مباراة أو كل بطولة نخشها لازم نكسبها، ده طبيعي جدا في النادي الأهلي، احنا متعودين على كده، وده الحال اللي بيلعب في النادي الأهلي لازم يكون على طول تحت ضغط من الجماهير وإدارة وبطولات، لازم كل حاجة لازم ناخدها بمحمل إن احنا لازم نكسب كل مباراة أو كل بطولة لازم نخشها، وده حال النادي الأهلي وده طبيعي جدا. واللي بيلعب في النادي الأهلي متعود على كده وعارف الأسلوب بتاع النادي الأهلي إيه اللي بيحصل فيه. فأنا شايف إن النادي الأهلي في الخمس ست ماتشات اللي اتلعبت في الدوري العام خدها بطريقه بشكل كويس جدا، كل ماتشات كسبها، وده بينعكس على طريقه اللعب اللي هو بيبص على طريقه المباراه النهائيه بتاع كايزر شيفز اللي هيتلعب يوم السبت الجاي ان شاء الله، وده مهم جدا ان هي بروفات مهمه جدا بالذات ماتش المقاولين والماتش بتاع المقاصه، لان اعتقد ان كايزر شيفز بيلعب زي طريقه المقاولين العرب، وده مهم جدا ان الجهاز الفني يقف على الطريقه اللي ممكن يقابل بيها الفرقه اللي هيلعبها دي، لان هي مباراه واحده مفيش غيرها، لان طبعا لازم تنتهي في الوقت بتاعها طبعا، يعني مفيش مباراه ثانيه زي السنه اللي فاتت او كده. فالنادي الاهلي مركز في الحته دي، وانا كنت مبسوط جدا ان ماتش المقاولين اتلعب كبروفا نهائيه للمباراه النهائيه لافريقيا ان شاء الله، وتبقى العاشرة ان شاء الله للنادي الاهلي، ونتبسط كلنا ان شاء الله، لان اعتقد ان انا شفت فرقه كايزر تشيفز ديت بتلعب زي طريقه المقاولين العرب بالظبط، يعني مشابهه شويه جدا. فانا شايف ان دي بروفا كويسه جدا، ومباراه امبارح كانت مباراه كويسه جدا بتاعت المقاصه، النادي الاهلي لعب فيها عمل مباراه هايله جدا. احنا كنا بنتفرج، انا كنت بتفرج في النادي الاهلي امبارح بالليل، كان جماهير كتير جدا قاعده ومستنيه المباراه، فانا شايف ان الماتشين دول بالذات كانوا بروفا كويسه للمباراه النهائيه ان شاء الله، يعني ان شاء الله. بس في كلام كتير عن امبارح تحديدا عايزين نتكلم فيه، كان في مشاهد كمان حلوه عايزين نعلق عليها، بس خلينا نبدا بالماتش نفسه. يعني حضرتك ما لاحظتش مثلا ان كل جول كان بيجي للاهلي، مش هتكلم على الملغي خلاص احنا هننسى هنسامح، بس كل جول بيجي كان لازم الفار يرجعوا ليه، هل ده طبيعي ولا لا؟ مش طبيعي، انا شايف انه مش يعني طبيعي كده. يعني شوف حضرتك الماتش النهائي بتاع امبارح، الحكم ما خدش مفيش فار خالص، يعني انا مش فاهم ليه احنا طب ماشي اوكي في فار، احنا ليه بنقعد بتاع خمس ست دقايق في الفار ليه؟ انا امبارح فوجئت جدا ان الشوط الاولاني من المباراه بتاعت المقاصه مدي خمس دقايق، ده غير طبيعي، يعني غير طبيعي ان حكم يدي خمس دقايق في الشوط الاولاني، مع ان مفيش حد اتصاب او حد او المباراه وقفت، غير كل جول يجي يقول لك فار، كل جول يجي يقول لك فار، انا مش فاهم ليه، ايه المشكله فيها؟ ويا ريت الفار بيقول قولوا كما ينبغي، تحس ان الفار محتاج فار مساعد اساسا حقيقي والله، يعني فعلا يعني هي كانت اوفر جدا امبارح، وانا مش عارف يعني ليه بيحصل الفار ليه بيقف كتير، انا ليه مش فاهمها، يعني هي بتبقى يعني ما تجيبش دقيقه، يعني ما تجيبش دقيقه، انت بتقعد بتاع 3 4 دقايق عشان تشوف، خصوصا في جوال بالعين مش محتاجه فار، يعني شفناها امبارح برضه. انا في حكام بتقول لك انا ما حدش من الفار يكلمني غير لما انا اعوز ان في حاجه كويس، بيكون حاجه كويس، وفي حكام كتير جدا في الدوري المصري بيعمل كده، انما انا امبارح شفت كتير جدا ان الفار بيقف كتير جدا ليه، انا مش فاهم، وكل جول يجي يقول لك فار، كل جول يجي فار ويتلغي، وضربه الجزاء حاجات غريبه جدا، يعني المفروض ان الموضوع بتاع الفار ده هو
ده مساعد للمباراه. أوه. مساعد للمباراه مش على المباراه. أوه. يعني انا بشوف الفار حمل على المباراه. يعني لازم الفار ده يكون عامل مساعد للحكم في المباراه. صحيح. واحد اتنين خلاص خلص الموضوع، يا تحسب ما تحسبش خلاص. أوه. بس انما اللي احنا بنشوفه كتير بصراحه كان كتير جدا امبارح، ورغم ده كان ممكن يجيب اجوال اكتر بكتير برضه. يعني كتير. اعتقد كانت تخلص اكتر من يعني كده. النادي الاهلي كان ممكن، انا قبل المباراه بنتهي انا قلت بصراحه الاهلي ممكن يكسب 3-4، يعني كان ممكن يكسب اكتر من هو كده. الاداء كمان بعيدا عن الاهداف والسكور اللي اتحقق، الاداء المحترم الراقي للنادي الاهلي في اخر كام ماتش بطبيعه الحال اكيد هيبقى له انعكاسات ايجابيه على الحاله النفسيه والمعنويه. حي. وحجم الثقه بالنفس عند لعيبه النادي الاهلي، لكن هيبقى له مردود عكسي عند لعيبه كايزر تشيفز اللي اكيد برضو هيشوفوا فيديوهات الماتشات. متابعين طبعا، متابعين جدا، بيتابعوا لايف كمان. بص حضرتك متابعين، لان النادي الاهلي اسم كبير جدا في افريقيا، اسم كبير جدا في افريقيا. طبعا. فالناس دي كلها عارفه كده. والنادي الاهلي لو انت هتحسب بطولات النادي الاهلي في افريقيا، هو اكتر نادي في افريقيا واخد حصل على بطولات. فالموضوع هم عارفين جدا النادي الاهلي وبيحترموا النادي الاهلي جدا، واحنا طبعا بنحترم الفرق اللي قدامنا عشان نقدر نكسب او نقدر نتعامل معاهم، فلازم نحترم الفرق اللي قدامنا. انما النادي الاهلي اسم كبير جدا جدا جدا، والناس دي عامله حساب النادي الاهلي، انت عامل حسابه مثلا 100%، هم عاملين 1000% ليك. فطبعا يعني اصل دلوقتي الكوره بقت واضحه، يعني انت عارف انا بلعب ازاي وهو عارف بلعب ازاي، فالامور واضحه. هي التفاصيل الصغيره اللي جوه المباراه هي دي اللي بتخليك تفرق عن الفرق اللي جنبك. بس بصراحه لو هنتكلم بقى تفصيليا اكتر، واداء النادي الاهلي او شكل النادي الاهلي، لا هو اتغير بشكل كبير جدا وتحسن على يد موسيماني قولا واحدا لازم يتقال. برافو. يعني كابتن جلال، وفي نفس الوقت برضو بقى في تناغم اكتر، بقى كل لاعب بقى امكانياته ظهر اكتر. اللي حصل امبارح فكره يعني محمد شريف حاجة محترمة ورائعة، جول قفشة جميل، حسين الشحات كان رائع برضو امبارح. يعني بجد في تقدم كبير قوي في أداء اللعيبة. ليه؟ لأن اللي حصل من الجهاز الفني بقى يعمل روتيشن مع اللعيبة، بقى كله بيلعب. يعني أنا يعني أعتقد إن ال 30 واحد اللي في ال 30 لعيب في النادي الأهلي، أعتقد إن كلهم لعبوا، فما فيش مشكلة إن حد ده يلعب أو ما يلعبش. ولما بينزل بيأدي بطريقة سلسة جدا وكويسة جدا بطريقة النادي الأهلي. فأنا شايف إن اللعيبة محمد شريف ابتدى مستواه يعلى جدا، ومن هدافين الدوري دلوقتي هو وياسر ريان. يعني أنا مبسوط جدا إن الولد ده فعلا مجتهد جدا، ولد لعيب كويس، ويتغير ما يتغيرش ما فيش مشكله بالنسبه له. لا ما هو التغيير ليه برضو، عشان النقطه دي ناس قاعده تتكلم فيها. أيوة صح. انت مش بتغير عشان هو اداؤه مش جيد، انت بتغير عشان تريح، عشان تخلي حد تاني ينزل، عشان ماتشات كتير. ما هو ده احنا شفنا كان لازم ينزل محمد دهاني عشان نطمن عليه. أيوة. كان كهربا برضو لازم ينزل. صحيح. صلاح محسن، الكلام ده كله كان مهم. ده اللي الجهاز الفني حضرتك بقوله بيعملوه دلوقتي، ان يريح اللعيبه وفي لعيبه ثانيه بتلعب. عشان كده اي حد بيلعب في المباراه ما بتحسيش ان هو غريب او بقاله كتير ما بيلعبش، كله بيأثر على الهارموني اللي ما بين اللعيبه وبعض. برافو عليك، برافو عليك. ده شيء رائع وده شيء جميل اللي الجهاز الفني بيعمله دلوقتي. على ذكر النادي الاهلي، انا هاخدك بس لمنطقه ثانيه وبعد كده نرجع نكمل كلامنا سواء على الدوري المحلي او على مباراه كايزر تشيفز المرتقبه. النادي الاهلي بحجم ثقل هذا الاسم، وحضرتك كنت حارس مرمى النادي الاهلي في وقت من الاوقات، فكره ان انت تبقى واقف في ارضيه الملعب بتحرس عارين النادي الاهلي، وفي جماهير ايام ما كان في جماهير بقى طبعا عماله تهب، وعارف ان في ملايين الملايين بيتابعوك. صحيح. ايه الثبات الانفعالي اللي لازم تكون عليه عشان تعرف تادي؟ دي حاجه تخض. لا بص حضرتك، انا عشان متربي في النادي الاهلي الكلام ده ينعكس على لعيب لسه جاي جديد للنادي الاهلي، انما انا متربي، انا من عندي 10 سنين في النادي الاهلي. أوكي. فواخد على الاجواء، انا واخد على يعني انا كل مراحل السنيه في الناشئين انا ما خسرتش بطوله خالص. جميل. فانا متعود ان انا اخد بطوله، ولما اتعادل مباراه بيبقى يوم مش كويس بالنسبه لينا كلنا. فانا بالنسبه لي انا او الزمايل اللي كانوا معايا من واحنا صغيرين جدا زي حسام وابراهيم مثلا، كلنا متربيين في النادي واحنا عندنا 10 سنين تقريبا يعني، فواخدين على الوضع، واخدين على الاجواء. يعني كنت تشوف الكابتن خطيب، الكابتن مصطفى عبده، كرامي، ثابت مع حفظ الالقاب طبعا. بس فعلا حاجه تخض. تخض فعلا. وبعدين حراسه المرمى بصفه خاصه، لان عاده صح. اي حاجه بتحصل يلبسوها للجول 50% بيقولوا يعني. عارف لو لعيب عادي اهو بتتعكز على اللي جنبك، بتتسند على اللي قدامك، بيمشي. لكن حارس المرمى ليه وضع شديد بالخصوصيه. بيخش فيه جول حتى لو مش منه يقولوا حارس المرمى. ودي انا كمدرب حراس مرمى دلوقتي انا بعمل برضو نفس الكلام. حارس المرمى المسؤول
100% عن حراس المرمى. حتى لو الجون مش منه برضه بيبقى ليه مسؤوليه، في مسؤوليه ليه، في مسؤوليه ليه، وده لازم تتعالج في التدريبات او تتعالج في المباريات. لان انا شايف من وجهه نظري ان حارس المرمى زي ما راس حربه بيجيب جول وبيضيع جول ماشي تمام جدا، حارس المرمى لازم يمنع جول وبيخش في جون عادي جدا مفيش مشكله. انما انا شايف ان اي حارس مرمى بيخش فيه هدف بيبقى فيه جزء دي من مسؤوليه حتى لو مش مسؤول عنه. انا من وجهه نظري انا كمدرب حراس مرمى علشان يقدر فيه يحصل تطور بالنسبه لحارس المرمى ويحصل فيه تطور في مستواه. لو انا استغنيت عن الحته دي يبقى مفيش تطور، مفيش تحسن المستوى. فده مهم جدا. وفعلا زي ما حضرتك قلت كده النادي الاهلي صعب جدا فيه ان تقف حارس مرمى وتنقذ حاجه كبيره للنادي الاهلي. ده شيء كبير لان عندك ملايين كتير جدا من الناس بيشاهدوا، وده صعب جدا. وكل واحد دي راي، يعني كل واحد دي راي من الملايين دي، شوف بقى كم راي بينعكس على حارس المرمى، ده مشكله كبيره يعني. طب بما احنا ذكرنا بقى حراس المرمى نخش على الاهلي، وبمنتهى الصراحه يعني مش هسال الاسئله التقليديه راي حضرتك ايه في حراس المرمى، هنقول كويسين ده اكيد. انا بتكلم بشكل يعني اكتر تفصيلا حاجات فنيه. دلوقتي محمد الشناوي يعني اثبت نفسه بجداره عظيمه، وزي ما بيتقال عليه من الجميع بصراحه يعني حارس مرمى مصر الاول اذا ما كانش افريقيا. طيب تعال نروح مع حضرتك للبدلاء، نتكلم عن علي لطفي ومصطفى شوبير. كابتن جلال ازاي بتشوف يعني علي لطفي اداء، بما كمان ان احنا هنتكلم او لو رجعنا للماتش بتاع الاهلي والزمالك وتالقه اللي كان غير متوقع للبعض. انا هقول للبعض، ومدى استعداده دلوقتي لخوض المباراه او مثلا نقدر نقول بشكل اساسي لمباريات مختلفه او بطولات مختلفه. بص حضرتك علي لطفي من حراس المرمى جيدين جدا، وانا مرنته في انبي وانا اللي لعبته في الدوري الممتاز. علي لطفي المشكله بس ان لازم حارس يلعب، ودلوقتي الشناوي هو رقم واحد في مصر ولازم هو اللي يبتدي، هو اللي على طول لازم يكون متواجد لان عشان برضه عنده منتخب مصر ورايح دلوقتي كمان الاولمبياد. فالطبيعي جدا ان لازم حارس مرمى يلعب. الطبيعي تاني ان الحارس التاني او التالت، لان انت راجل محترف وبتاخد فلوس على الموضوع اللي انت شغال فيه، فلازم تبقى جاهز لاي وقت في اي مرحله تلعب فيها تبقى جاهز وما تبقاش وحش. ده مهم جدا كالاحتراف، انا بتكلم على واحد محترف. محترف يعني انت راجل جاهز في اي وقت تلعب وما فيش يعني ما تحسسش الناس انك انت ما بتلعبش. ده مهم جدا 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 بالنسبه للاعب المحترف وبتلعب في النادي الاهلي، يعني في اي وقت ممكن تلعب. فعلي لطفي اثبت ان هو بصراحه من حراس المرمى الجيدين، بدليل ان هو لعب ماتش الزمالك وبقاله كان فتره كبيره جدا ما بيلعبش، اثبت بوجوده وصد ضربه جزاء وكان عامل اساسي ان احنا كسبنا المباراه. ده مهم صحيح. جدا ده مهم جدا. انا اتبسطت جدا في مباراه المقاولين لما نزل مكان الشناوي عشان الشناوي برده يريح شويه، وعلي لطفي لعب وكان في الشوط الثاني كان هايل جدا جدا. ما حسيتيش انا كمدرب حراس مرمى او مدرب او فني ما حسيتش ان في اي خطوره او في اي قلق ما اتغيرش. برافو عليك يعني انا ما حسيتش ان علي لطفي، انا حسيت ان هو يعني لو دخلت انا على الشوط الثاني بس افتكر ان هو كان بيلعب من الشوط الاولاني. ده مهم جدا لان اما بتخش الشوط الثاني او بتخش مكان لاعب مصاب المشكله بتبقى شويه فيها قلق شويه، بس انا ما حسيتش كده مع علي لطفي بصراحه في المباراه في المباراه دي. هنستاذنك هنطلع فاصل ولما نرجع طبعا هنكمل كلامنا. انا بس كان عندي يعني تعقيب على الكلام بس هاجله بعد الفاصل عشان ناخد وقتنا في الاجابه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه ل10 الصبح في الاهلي، وضيفنا اللي منورنا كابتن ايهاب جلال حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس المرمى. واللي قبل ما نطلع الفاصل الاخير ده كنا بنتكلم او نهاوند كانت بتتكلم معاه في تفصيله جاهزيه حراس المرمى الثاني والثالث طبعا علي لطفي ومصطفى شوبير، وهو الحقيقه يعني جاوب بشكل وافي على السؤال ده. بس وحضرتك بتتكلم وانت بتجاوب نهاوند على السؤال انا سرحت في تفصيله كده نفسيه بشكل بحت. احنا اتكلمنا عن جاهزيتهم اللي تم اثباتها لما استدعى الامر ولما حد منهم اضطر ان هو ينزل او نزل بديل عن الشناوي في وقت من الاوقات، اطمنا على حجم جاهزيته. لو انا حارس مرمى ثاني او ثالث لاي فريق بعيدا عن النادي الاهلي بشكل عام بكلمك من حيث المبدا، لو انا حارس مرمى الثاني او الثالث وحجم جاهزيتي ما تقلش باي حال من الاحوال عن جاهزيه الحارس الاول، ولكن انا قعدت بالسنتين والثلاثه ما بلعبش وما بشوفش نجيله ملعب نظرا لتالق واستمراريه تالق الحارس الاول، مهما كنت انا بتدرب وبفني نفسي في التدريب الى اخره، مش ده برضه بيبقى له انعكاس سلبي الى حد ما على الحاله النفسيه، ممكن تهز ثقه الواحد في نفسه. صحيح
صحيح. طب بيبقى حلها ايه؟ هل لازم يتعمل معاهم روتيشن زيهم زي بقيه اللعيبه، ولا البقاء للاصلح والاستمراريه معتمده على حجم تالقه؟ بص حضرتك، بتتوقف على المدير الفني الموجود او مدرب حراس المرمى الموجود. يعني ايام الكابتن ثابت والكابتن اكرام كانوا الاثنين جاهزين جدا والاثنين كويسين جدا. طب فده كان بيلعب شويه وده يلعب شويه، مفيش مشكله خالص، الا بقى لو حد اتصاب فالتاني بيبتدي يلعب. طب انما مش كتير قوي هتلاقي الحارس الثاني زي الحارس الاولاني، مش كتير. هتلاقي فيه فرق شويه، انما الحارس الثاني ممكن يكون كويس جدا وهو شايف ان هو مش قادر يلعب او نفسيا هيقع او هيبعد عن الملعب كتير، فبيضطر ان يشوف له اعاره او نادي تاني يلعب فيه. ده مهم جدا لو هو شايف من وجهه نظره هو ان انا لا اقل عن الحارس الاولاني، فابتدي اشوف اعاره او اشوف نادي تاني العب فيه، وده مهم جدا. يعني في كتير جدا من زي مثلا احمد عادل في النادي الاهلي لما لقى نفسه بعيد شويه قال لك لا لازم عايز العب وكده، فراح الجونه. او فهي الموضوع كله انا فين وعاوز ايه، انا فكري ايه. في ناس مثلا تقول لك لا انا هفضل في النادي الاهلي اديني باخد فلوس وبسافر وحاجات كتير جدا واحسن من اروح نادي تاني ما مش هيديني الوضع اللي انا فيه يعني. ففي ناس بتفكر كده وفي ناس بتفكر كده. اللي بيفكر في مستقبله ان هو عاوز يبقى حاجه او عاوز يبقى ليه اسم في كره القدم بالظبط كده، فبيضطر ان هو يروح نادي تاني يلعب لو هو شايف ان هو جدير بالموضوع. مش ان انا بس ايه بس هيروح مكسور خلص نفسيا الى حد ما لغايه لما تجيله فرصه التالق واظهار بالظبط كده. ما هي بتاخد وقت يعني، حارس المرمى بالذات اكتر من اللعيب بياخد وقت شويه لغايه اما يبقى في رجله في الملعب كتير فيبتدي يبقى كويس. بس لمصلحه النادي الافضل ان هو يستمر وما يلعبش بشكل يعني هقول كبير، ولكن ولا ان هو يروح يحترف ويرجع تاني للنادي الاهلي؟ الافضل للنادي مش للاعب. انا عايز اعرف لو النادي شايف ان هو مش محتاج له دلوقتي في الوقت الحالي ممكن يبعته اعاره، يبقى ده افضل للنادي ساعتها. افضل للنادي وافضل ليه هو بالظبط يعني، افضل للنادي وافضل ليه هو لانه هيلعب وهيرجع له جاهز. صحيح. ده مهم جدا. صحيح. المهم توقف على النادي عاوز ايه او اللعيب عاوز ايه، هو ده والكلام. والفرصه كمان فين يعني بالظبط كده، والفرصه بتاعته فين، هي ده مهم جدا يعني. صحيح. طيب